يوم جبت لكم 3 تطبيقات كتير حلوين انا منزلهم عندي على التليفون. اول تطبيق اللي هو بلوك اب، تاني تطبيق هو ماي ترانسليت، تالت تطبيق هو تشكيل. اول تطبيق بلوك اب هو مختص بيسكرك كل التطبيقات اللي انت مش حابب تفتحها، ان كان على تليفونك ولا على تليفون ابنك او الايباد ابنك. بتنزل له هذا التطبيق، وهذا الحلو له بسمة وجه وله كلمة سر. بتفتح التطبيق بيجيك بلوك ابليكيشنز عشان تحدد اي تطبيق حابب تقفلها. بتكبس على بلوك ابليكيشن، بتكبس على سيلكت ابليكيشن اللي هو انت تحدد اي هن التطبيقات، بعدين بتعطيه متابعة، بعدين بيطلب منك السماح عن طريق بصمة الوجه، بتحط له السماح، بعدين بتحط له تم. بهالطريقة فتح لك كل التطبيقات اللي حابب انت تقفلها. فيك تفوت اجتماعي وفيك تفوت كل التطبيقات، فيك تفوت العاب. انا بدي فوت من قلنا اجتماعي، بكبس على اجتماعي، بنقي اللي انا حابب وقفهم. انا مثلا حابب اقفل تيك توك وانستا وبعمل له تم بهالطريقة وبعمل له سيف. هيك هو قفل لي اياهم لتيك توك وانستا. رح نروح نفتح تيك توك وانستا. مثل ما ملاحظين تيك توك وانستا مقفلين، بس اكبس عليهم بهالطريقة، لا يمكن استخدام لانه مقيد. ترجع لحتى تفتحه بتفوت على التطبيق البلوك اب اللي هو بيفتح على بصمة الوجه بهالطريقة، بعدين بتطفي له البلوك اللي هو القفل. بهالطريقة انت رجعوا يفتحوا عندك التيك توك والانستا. تطبيق كتير حلو بفيدكم كتير، خاصة لأولادكم، جربوه واعطوني رأيكم فيه. تاني تطبيق اسمه ماي ترانسليت، كتير حلو هذا التطبيق وفكرته كتير حلو. هيدا بيدعم ترجمة النصوص كاملة، بيدعم ترجمة عبر الكاميرا، وبيدعم الترجمة عبر الصوت. ميزة كتير حلوة اللي هو ترجمة عبر الفويس، انت بتعطيه كلام هو بترجم لك اياه حتى بيرجع بتسمعه. بتفوت على فويس، بتغير انت الترجمة مثلا من فوق من عربي، انا بدي احكي بالعربي، هيدي عربي، بدي احكي للانجليزي. هلا صار عندي انا من العربي للانجليزي. هلا بكبس على الميكروفون موجود هون وبعطيه كلام اللي بيترجم لي اياه. السلام عليكم، رمضان كريم للجميع. لاحظين كيف كتب لي اياهم؟ لاحظوا كيف ترجم لي اياهم للانجليزي. Peace be upon you, رمضان كريم to all. حتى في اسمهم Peace be upon you, رمضان كريم to all. برنامج كتير حلو ورائع وفيدكم بكتير اوقات. برنامج الاخير اللي هو التشكيل، هيدا بيعطيك الحركات لاي نص بتعطيه اياه. بس تفتح التشكيل بتحط له النص هون اللي بدك اياه. انا كتبت رمضان كريم للجميع، بدي احركها لهيدي، بعلي الشاشة لفوق وبعطيه تشكيل بهالطريقة. لاحظوا كيف اعطاني اياها، والشكل شو حلو والخط حلو. وكمان فيك تنسخ هيدا اللي انت الشكل اللي اعطيته عبر نسخ النص، وفيك تاخده تحطه بأي محادثة حابب تبعتها أنت، إن كان واتساب ولا أي تطبيق. جربوهن ل3 تطبيقات واعطوني رأيكم فيهن. وما تنسوا أي شخص عنده مشكلة بالآيفون يكتب لي بالتعليقات، وإن شاء الله بأسرع وقت منكم بحاول رد عليه وحل له مشكلته.